السلام عليكم متابعينا الاعزاء. خمسة اشياء مريبة في قاع البحر. هل تعلم ان حجم المحيطات في الكرة الارضية هو 361 مليون كيلومتر مكعب، ومع ان هناك عدة منظمات علمية خاصة بالملاحة، الا انها لم تستطع استكشاف المحيطات كلها. يوجد في عرض البحر العديد من الخبايا العجيبة والخيالية، اليوم سنستعرض لكم خمسة منها. أثار مبهمة في يناير الماضي لهذا العام وفي المحيط الهادئ وبالضبط بين المكسيك وهاواي وجدت آثار غريبة بعمق أربعة كيلومتر عن سطح الماء بواسطة روبوت للاستكشاف يعود إلى علماء المركز البريطاني لعلوم البحار ورغم أن الصور تبدو صغيرة إلا أن الآثار بطول 30 سنتيمتر وعرض مترين وتصطف بطريقة غريبة هذه الآثار كبيرة جدا على أن تكون لسمك أو كائن بحري حتى تسلسل هذه الاثار لم ياتي عبثا فقد يكون لاحدهم او لشيء ما وعلى الاغلب قد تكون لكائنات فضائيه. انت اخبرنا برايك في التعليقات. القروش المضيئه هل فكرت مره كيف ترى الكائنات الاخرى العالم المحيط بنا؟ لقد فكر العلماء بهذا واخترعوا كاميرا ترى تماما كما يرى السمك عالمهم وعند استخدامها اكتشفوا اشياء رائعه قروش تضيء وتلمع في المياه وقناديل ايضا وحتى المرجان واستنتج العلماء ان هذه الميزه تجعلهم يفرقون بين الكائنات التي هي من نفس فصيلتهم وغيرها من الكائنات الاخرى وقد تستغرب لمعان وضياء قروش في الظلام الدامس ولا تقلق فهذه الظاهرة تسمى الإضاءة الطبيعية ويستمدها السمك والقرش من الضوء الأزرق الذي يلمع في قاع المحيط ليستعملها في الليل. وحش عجيب عندما رأى مستكشف البحار هذا الحيوان المائي الذي تراه في شاشتك والذي يبدو أنه وحشا حقيقيا وغريب الأطوار قرروا ملاحقته في عرض المحيط لاستكمال دراستهم غاصوا إلى عمق ألف متر لرؤيته عن قرب ولكن إيجاده تحت هذا العمق ضرب من الحظ كما هو معلوم في هذا الكائن يعيش في عمق يتراوح بين 500 إلى 3000 متر وهذه السمكة جسمها أفعواني ورأسها ينتفخ كالبالون وكان العلماء يظنون أنه يفتح فمه إلى هذا الحد كي تدخل العوالق بمحض الصدفة إلا أنه تبين أنه صياد ماهر ونهم أيضا بوابة لعالم آخر لطالما كان استكشاف الكهوف البحرية عملا مضنيا لمشقته لسيما أنه حتى يومنا هذا لا تزال الكهوف البحرية غامضة لم تستكشف أسرارها كلها بفضل جهود العلماء ظهرت حقائق جديدة حول كهف يقع في شبه جزيرة يوكتان أعمق الكهوف وأكبرها في العالم تصل مساحتها الى 365 كيلومتر مربع اكتشف هذا الكهف منذ مده ولكن الجديد انه وجد تبادل بين المياه التي تغمر كل كهف صغير فيه ومن هنا نستنتج انه كبير حقا وهائل المشكله انك لم تدرس كل خباياه بل لا زال هناك الكثير من الغموض حوله وحسب العلماء فان هناك بوابه توصل الى عالم اخر صوت غريب في صيف 1997 علماء منظمة تعمل في مجال الفضاء والمحيطات سمعوا صوتا غريبا منخفضا نوعا ما في عرض المحيط واستطاعوا تسجيله وهذا الصوت الذي ستسمعه الآن لسنوات عدة لم يعرف مصدره أقيمت عدة دراسات في أيامنا على هذا الصوت وتبين أنه يصدر من جنوب أمريكا ويرجح كونه صوتا لكائن بحري ضخم علق في مكان ما أو يكون لحوت لم يكتشفه العلماء بعد وفي الأخير لا تنسى الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس الإنذار ليصلك كل جديد